السطر رقم 42. بعد المنزلقة هرتفع سلسلتين، السلسلتين دولت عبارة عن عمود بلفة غير كامل، سايبة آخر لفة منه على الإبرة. أنا هعمل فوق التلاتة حشو اللي هنا، اللي فوق غرزة الفشار، كلاستر، عمود بلفة، تمام؟ فده أول عمود بلفة، وده التاني فوق تاني حشو غير كامل، سبت آخر لفة منه على الإبرة. وده التالت فوق الحشو التالت غير كامل، سبت آخر لفة منه على الإبرة. وهاخد التلات خيوط مع بعض فوق التلاتة حشو اللي فوق غرزة الفشار، تمام؟ طيب أنا عندي هنا لحد ما أوصل لي العمود اللي هنا في النص ده، عمود بلفة ده، 24 غرزة بما فيهم البريد او العمود اللي بلفتين، تمام؟ 24 غرزة، هعمل فوقيهم 24 عمود بلفة. فوق كل غرزة عندي هعمل عمود بلفة. رقم 24، تمام؟ فوق العمود اللي في النص، او ده بريد، ده بريد بلفة، بريد امامي بلفة، هعمل فوقيه تلات اعمدة بلفة، واحد اتنين تلاتة، تمام؟ عملت فوقيه تلات اعمدة بلفة. طيب من اول العمود بلفتين لحد التلات غرز اللي فوق غرزة الفشار، التلاتة حشو اللي هنا، 24 غرزة، هعمل فوقيهم 24 عمود بلفة، تمام؟ طيب لما باجي هنا بعمل كلاستر تلات أعمدة بلفة، وباخد التلات أعمدة مع بعض عشان الفيديو ما يطولش، زي ما عملنا هنا، بس بدل تلات سلاسل عمود بلفة واسيب آخر لفة منه على الإبرة، واخد التلات خيوط مع بعض زي ما عملت هنا بالظبط، تمام؟ وفي نهاية السطر بنقفل بمنزلقة فوق ملتقى الأعمدة. هخلص السطر ونرجع تاني.